تقرير عرضته صار لي يمكن فوق السنتين، نفس الياخور مهجور، يذبحون فيه خرفان ميتة، يسوون باكة، مكان يربون فيه غنم، بس لا كل شيء فيه، كل شيء فيه، ولم يتحرك أحد إنه يراقب هذا المكان. شوفوا الباكة وين يسوونها بالتصوير، شوفوا عطني اياه. احنا ابو احمد هذا المكان هنا اكثر من مره طالعوا، كلهم هذيلي حاطين غنمهم هني وحاطين ما ادري شنو، هذا قاعد ينظف هني. شوفوا داخل هني ابو احمد، هذا اللي صورناه اكثر من مره طالعوا طالعوا. كله مثلج، هذا جايبينه قاطينه هني بالحر ينظفونه. طالعوا طالعوا، هذه الكراتين اللي صورناها داخل بحمد، شوفوا كم كرتون مبطلينه ومشتغلينه وموزعينه بالسوق. طبعا عزكم الله هني في كلاب وايد، قاطينه حق الكلاب، الكلاب مو سائله فيها. طالعوا طبعا كله دايخ، كله مريض هني، اكثرهم مرابه. بابا هذا صار اكثر من واحد سنه انت يخلي مني. انا بابا خلي انت اكثر من واحد سنه، هذا منو يسوي مني هذا الريول مال بالليزي؟ اذا سوى بابا بابا انا وانت اول مسكته هو. بابا انت يجي هني واجد، انت غنم مال انت مني، انت عارف منو هذا يسوي مني؟ انا اعرف، انا قلت أعرف. هذا وين يودي هو؟ اي وين يودي هذا؟ مش الكرنك سوى نار، بس سوي نار بعدين وين بيع هو؟ ما يعرف والله، لا يجي انت هني قاعد انا بالسجاده مسويين جواخير، مسويين كل شيء هني. وهذا المكان بأحمد صورناه أكثر من مرة بس ماكو أحد تحرك عليه، ماكو أحد تحرك عليه، ماكو أحد يال هني شاف المصايب والبلاوي اللي موجودة فيه. والله من كثر ما أعيد هالتقرير إلى الأخوان في البلدية، إلى الأخوان في أي مسؤول، أي مسؤول يتابعنا يشوف لنا حل. تقرير لي تقرير عجيب.